يقول المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله: دخلت على الشافعي في مرض موته فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، وما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.